معنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. إذا جابر، حديث قوي من قبل الجانب السوداني وقبله الجانب المصري بالطبع للجانب الأثيوبي. فعلا هناك محاولة لشراء الوقت، هذا واضح في تصرفات وزير الري وأيضا الحكومة الأثيوبية. هل هذا هو المسار الذي تم اختياره؟ ماجد، يعني بالطبع الأثيوبيين هنا يقولون إذا كان لابد من شراء الوقت كان يمكن شراءه لعشر سنوات ماضية، لا يمكن شراء الوقت في 3 أشهر ربما تبقت من الملأ الثاني. لذلك يرون جولة الأثيوبيين يرون أنه لابد من كسب الوقت ما تبقى من وقت أيضا، لأنه الوقت أيضا ضيق ولا يتحمل كل هذه التبعات وربما الاجتماعات وتناقل الآراء بين دولة وأخرى. ولذلك يرون أن الجزء المهم في هذا الاتفاق هو الاتفاق القانوني الملزم والذي تدعو له كل من مصر والسودان. ولا نظن أيضا نحن هنا من خلال المتابعات أن هناك رغبة في عدم الوصول إلى اتفاق ملزم، باعتبار أن أثيوبيا نفسها تنادي بنفس الطرح الذي يكسب فيه الجميع. لكن النقاط الجوهرية والأساسية التي يقف عندها الاجتماع ربما حتى هذه اللحظة هو عدم قبول أثيوبيا بالوساطة الرباعية وتمسك السودان بالوساطة الرباعية. وكذلك هناك قضايا كثيرة متعلقة لكن الآن تتجمع ربما في اتجاه واحد هو الحصول على اتفاق قانوني وملزم. لكن ما يطلبه السودان هو الحصول على بيانات ومعلومات يعني تغني السودان من شر التبعات التي تقع في ذلك، ومصر تتخوف على حصتها من المياه. النقاط تقترب من أن تصل إلى اتفاق، ولكن هذه من الجميع تحتاج إلى إرادة سياسية من الدول الثلاث، وهذا غير مستبعد باعتبار أن الزمن الآن اقترب وثلاث أشهر ربما قريبة. لكن أثيوبيا تظل متمسكة بالاتحاد الأفريقي وتظل متمسكة بحقها في الموارد وحقها في السيادة، ولذلك تقول أن أكثر من 60% في أثيوبيا لا يتمتعون بالتيار كهربائي، وحق الأجيال أيضا مطلوب، ولذلك فهي حريصة للوصول إلى اتفاق مع الدول الثلاث. لكن الدول الثلاث تفتقر إلى الإرادة السياسية، وهذا هو الدور المطلوب من الاتحاد الأفريقي في الاجتماعات القادمة ربما. نعم، من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور.